السلام عليكم، اسمي هشام السالمي، تخرجت من معهد جلوبال لانش والآن أدرس هندسة الطيران في جامعة أريزونا ستيت. معهد جلوبال لانش هو معهد لغة إنجليزية مكثف تابع لجامعة أريزونا ستيت. يتيح المعهد للطلاب الأجانب الدراسة لتطوير لغتهم أو إكمال دراستهم في الولايات المتحدة الأمريكية. اختيارك لمعهد جلوبال لانش في جامعة أريزونا ستيت راح يكون في العديد من المزايا اللي راح تستفيد منها، ومن أهمها أنه معهد جلوبال لانش يتيح لك الحصول على القبول الأكاديمي بمجرد الانتهاء من مستويات المعهد الستة ومن غير الحاجة لاختبار التوفل أو الآيلتس. من أهم المزايا الأخرى في معهد جلوبال لانش أن الحصص اللي بتاخذها حتكون في نفس فصول طلاب الجامعة، مما يتيح لك الاختلاط بطلاب الجامعة اللي عددهم يوصل لأكثر من 50,000 طالب بهدف تطوير لغتك الإنجليزية. من مزايا الدراسة في معهد جلوبال لانش أن الجامعة توفر لك مدرسين على كفاءة عالية من لديهم شهادات دكتوراه وماجستير في مجال التعليم، ويستخدمون أفضل وأحدث التكنولوجيا في الفصل. معهد جلوبال لانش مو بس يتيح لك أنك تأخذ حصص دراسية، لكن في العديد من الأنشطة الترفيهية اللي يقدمها المعهد وممكن الطالب يستفيد منها في تطوير لغته، مثل جلوبال هانج أوت، كونفرزيشن كلوب، وأنشطة رياضية متعددة كمشاهدة كرة القدم الأمريكية وكرة السلة. وبالإضافة لهذه الأنشطة، المعهد يقدم رحلات لأجمل مناطق أريزونا الطبيعية مثل جراند كانيون اللي تعتبر من عجائب الدنيا السبع. وبعيداً عن أسوار الجامعة، في أشياء كثيرة الطالب يقدر يسويها، من ضمنها في العديد من الأسواق الراقية والمطاعم العالمية الموجودة في المدينة. ومما يميز الدراسة في مدينة فينيكس موقعها المثالي القريب من مدن وولايات مشهورة عالمياً زي مدينة لاس فيغاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. اللي أقدر أقوله عن تجربتي الدراسية في معهد جلوبال لانش وجامعة أريزونا ستيت إنها كانت تجربة جداً مثالية ومن أجمل تجارب حياتي. المعهد كان بداية الانطلاقة لآفاق تعليمية جديدة في حياتي العلمية، ورافد مهم ساهم بتطوير أدواتي وقدراتي اللغوية والمعرفية مما انعكس بالإيجاب على مشواري الجامعي، وهذا الشيء راح يفتح لي أبواب كثيرة في المستقبل وفي حياتي العملية.